كنيسة أنبا مقار، أثر خالد، نواته الأولى سنة 360 في عصر أنبا مقار الكبير، وبعد أن آل إلى السقوط أعيد بناؤه في أيام البابا بنيامين الأول، البابا 38 في زمن دخول العرب مصر، ودشنها عام 655 حيث كان زمن دخول العرب مصر سنة 641، والبناء كان على شكل الكاتدرائيات، أي يتكون صحنها من قبوين هائلين طوليين، وخورسها الأول كان مكونا من 5 قباب. أما عن قصة تدشين كنيسة أنبا مقار في عهد أنبا بنيامين فهي قصة لطيفة يجب سماعها. ذهب رهبان دير أنبا مقار إلى الإسكندرية، وهناك تقابلوا مع الأب البطريرك وعرضوا عليه طلبهم، ففرح وجاء إلى الدير، فاستقبله الرهبان بالتهليل والألحان وبسعف النخيل، ففرح جدا بمقابلتهم وقال: أشكرك يا ملك المسيح لأنك جعلتني أنظر أولادي مرة أخرى وهم محيطون بي في كرامتك يا سيدي يسوع المسيح. وكان الكهنة كلهم والرهبان يمشون أمام الأب البطريرك حتى دخلوا إلى الكنيسة الجديدة التي بنوها. فقلت أنا في ذلك الوقت: إني قد حملت إلى فردوس الله مجمع الملائكة، فرح القديسين، راحة الصديقين. ثم استراحوا في ذلك اليوم. وفي اليوم التالي عند الصلاة لتدشين الكنيسة قال أنبا بنيامين الآتي: وفيما أنا أشاهد جموع الرهبان والكهنة، إذ بي أرى واحدا منهم ووجهه يضيء جدا، يسطع منه بريق وهو في وسط الكهنة، وكنت أتأمله وقتا طويلا ولم أكن أعلم أنه هو العظيم أنبا مقار أبو هذا الجبل الذي جاء في وقت تكريس الكنيسة، بل كنت أفكر قائلا: هو ذا مستحق أن يكون أبا لشعب وراعيا لخراف، إذا أراد الرب وخلى كرسي إحدى الأبرشيات فإني أجعله أبا عليه، لأن هذا الرجل قديس ويليق به هذا الأمر، وهذه الأبوة تصلح للكاملين بهذا المقدار. وفيما كنت أتفكر بهذه الأمور وفي ذلك القديس، إذا بشاروبيم ذي 6 أجنحة وقد ظهر مقابلي وقال لي: يا أسقف، لماذا تخطر هذه الأفكار في قلبك؟ هذا هو أبو مقار أبو البطاركة والأساقفة، هذا هو لابس الروح أبو الرهبان كلهم الذي لهذا الجبل. أما أنا فقد صرت داهشا وأنا أنظره في وسط بنيه يفرح معهم. وكان صوت ذلك الشاروبيم يطن في مسامعي وقد خفت منه. ثم قال لي ذلك الشاروبيم: إذا سلك أولاده الطريق المستقيم وسعوا السعي الملوكي الذي مشي فيه أنبا مقار والذي علمه لهم، فإنهم يدخلون معه في طريق الملك ويفرحون معه في دهر الأنوار، وإذا لم يسمعوا منه ولم يتبعوا وصاياه فليس لهم معه نصيب، لكنه يطردهم من قطيعه
ولا يكون لهم نصيب في ميراثه. فأجاب البار أنبا مقار بتحنن ومحبة لبنيه: يا سيدي، لا تقطع على أولادي بهذا، لكن إذا بقي في العنقود حبة واحدة قيل إنه لا يهلك، لأن بركة الرب تكون فيه. وأنا أؤمن بالمسيح حبيب نفسي أنه إذا وجد في أولادي وصية واحدة لله التي هي محبة الإخوة بعضهم لبعض والرأفة لكل أحد، أو وصية أخرى من الوصايا، أو يرفع عيونهم إلى السماء إلى المسيح ملكنا يسوع دفعة في كل يوم، فأنا أؤمن بصلاحي أنه لا ينسى تعبهم بل يخلصهم من العذاب الأبدي، لأن محبة الرب تسهل التوبة للخاطئ ولا تريد أن الخاطئ يموت في خطيته بل يرجع ويحيا بالتوبة. وحينئذ لما سمعت هذا الكلام من رجل الله أنبا مقار علمت أنه محب لأولاده بالحقيقة. هذا هو أنبا مقار الحقيقي المكرم عند الله والناس. فأجبت حين ذاك وقلت: طوبك يا أنبا مقار، طوبى لتغمتك، طوبى لبنيك، لأنهم استحقوا أن تكون أنت طالبا عنهم أمام منبر الله الآب ووحيده الإبن ربنا يسوع المسيح والروح القدس. إذا جاء ملكنا وإلهنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني ليعطي كل واحد كنحو عمله، بالحقيقة أنك أنت أنبا مقار الذي خلصت أنفس كثيرين، اذكرني يا قديس الله. فقال باسيليوس وأغاثن القس: يا أبانا، من تخاطب؟ فقلت لهم: يا إخوتي، أنا أتكلم مع أنبا مقار النبي أبي هذا الجبل، لكن يوجد زمان للكلام ويوجد زمان للسكوت. ومن ثم صعدت إلى المذبح وقلت صلاة الميرون المقدس، ولما أخذت الميرون المقدس لأنقط منه على المذبح المقدس سمعت صوتا يقول: تأمل يا أسقف، وفيما أنا أقطر على المائدة نظرت يد المخلص تمسح المذبح، وللوقت اعتراني خوف ورعدة حتى قلت مع يعقوب أبي الآباء: إن هذا الموضع مخوف، وهو ذا بيت الله، وهذا محله وموضع راحة العلي. وحينئذ لما تطلعنا إلى أنبا بنيامين رأيناه وقد صار كله نارا ووجهه يضيء جدا بالنور، ولم يجسر أحد منا أن يتكلم معه، لكن كنا قائمين بهدوء. فأجاب هو وقال: هذه خيمة الآب والابن والروح القدس. وكان يدور حولها قائلا ثلاث مرات: هللويا، ثم رتل قائلا: مساكنك محبوبة يا رب إله القوات ملكي وإلهي، تشتاق نفسي وجسدي إلى دخول ديارك، مذابحك مقدسة أيها الرب إله القوات ملكي وإلهي إلى أبد الآباد. ولما كرز القبة خرج إلى الشعب وكرس الأعمدة والجدران، ثم عاد وجلس في القبة وأجابنا قائلا: قد حملت اليوم يا أولادي إلى فردوس الرب إله الصباؤوت، وسمعت أصواتا لا ينطق بها
ولا تخطروا على قلب بشر كقول الحكيم بولس. صدقوني يا إخوتي إنني نظرت مجد المسيح اليوم وقد ملأ القبة، ونظرت بعيني الخاطئة الذراع غير المرئي واليد العالية، نظرت يسوع المسيح يمسح مائدة هذا الموضع المقدس، ورأيت أيضا الشاروبيم والسارفيم والملائكة ورؤساء الملائكة ورؤساء الكهنة وقوات العلاء كلهم يسبحون الآب والابن والروح القدس في هذه القبة اليوم. ورأيت أبا البطارقة والأساقفة أبا كل معلم البيعة الأرثوذكسية قائما في وسطنا اليوم يفرح وسط أولاده. أعني العظيم أنبا مقار، بالحقيقة إن كرسي الله ضابط الكل أبي ربنا يسوع المسيح والروح القدس فوق هذا الموضع المقدس. بالحقيقة هذا هو المذبح الذي تكلم النبي من أجله قائلا يكون مذبح للرب في أرض مصر وعمود الرب في قراه المقدسة. قوموا الآن يا أولادي لنكمل الخدمة المقدسة ونأخذ بركة آبائنا ونمجد الله العلي. ولما أكملت الخدمة وفيما أنا أقرب الكهنة إذ رأيت أيضا نعمة عظيمة لا يجب أن نخفيها. لما أتيت لأقرب الشيوخ رأيت صفوف الشيوخ كلهم تلقي دخانا إلى فوق القبة، وهكذا انفتح سقف الكنيسة وصعد دخان البخور إلى السماء. وكنت أفكر أن واحدا من الآباء يرفع البخور حتى يتناول من الأسرار المقدسة التي لابن الله العلي بشكر. فلما تأملت وإذا أولئك الشيوخ يصلون وبخور خارج من أفواههم صاعدا إلى السماء، فعلمت بالحقيقة أنهم يقولون صلوات وطلبات قبل أن يأخذوا الأسرار المقدسة أي الجسد ودم الكريم اللذين للمسيح. ونظرت صلوات القديسين والملائكة تستقبلها وتصعدها أمام كرسي الله. وأنا عندما نظرت هذه الأعمال هكذا مجدت ملكنا المسيح الذي جعلني مستحقا للرؤية العظيمة هكذا، وكنت داهشا من أجل الذين رأيتهم كلهم. هذا وقد دشنت كنيسة أنبا مقار بعد تجديدها في عهد قداسة البابا شنودة الثالث في يوم الأحد الموافق 1 من كيهك 10 من ديسمبر 1978. قصة اكتشاف رفات يوحنا المعمدان وأليشع النبي. استمر التقليد الشفاهي المتواتر بين شيوخ الدير حتى 1969 حينما قدم إلى دير القديس أنبا مقار الأب القمص متى المسكين مع رهبان وادي الريان، وكان عددهم الكلي 13 راهبا بالأب متى المسكين. استمر التقليد الشفاهي بأن هناك بجوار الحائط البحري للكنيسة عن يسار الناظر إلى هيكل يوحنا المعمدان أنه بجوار عمود صغير بارز توجد مقبرة القديسين يوحنا المعمدان وأليشع النبي
مع أجساد قديسين آخرين. وبسبب هذا التقليد عينه كان شيوخ الدير القدامى يرفعون البخور أمام هذا العمود تكريما للقديسين المدفونين إلى جواره، بالرغم من اختفاء معالم المقبرة. وهنا نشير إلى صلابة التقليد وتفوقه على كل عوامل الزمن. وفي الصوم الكبير من عام 1976 بدأت عمليات ترميم وتوسيع كنيسة أنبا مقار، كما تم رفع كميات الرديم الهائلة للوصول إلى الأرضية الأصلية. وإذا ببروز يظهر في جانب الحائط البحري على شكل قوب مغطى ببياض أزرق، وعندما رفعت طبقة البياض وجد صندوق طويل يزيد طوله عن مترين، اتضح فيما بعد بحسب ما ذكره العالم القبطي إقلاديوس لبيب عام 1909 ونقلا عن رواية الرهبان آنذاك، أن الجثمان الموجود في هذا الصندوق هو للقمص يوسف رئيس الدير وشقيق البابا ديمتريوس البطريرك 111، فرفعناه وبدأنا نجد أسفله على مسافة أكثر من متر ونصف عظاما، البعض منها هياكل كاملة مرتبة حسب الطقس القبطي، أي أن تكون الرأس جهة الغرب والأقدام جهة الشرق بحسب شهادة القمص مينا المقاري وبقية الآباء الذين كانوا مرافقين له أثناء نقل العظام، وبعضها كان مرصوصا بجانب بعض، فكنا نحفظها بكل هيبة ووقار، عالمين أننا أمام كشف هام وخطير. كما لوحظ وجود تراب في المنطقة لونه أحمر، يرجح أنه خشب متحلل، مما يفيد أن هذه الرفات نقلت في صناديق خشبية. وأغلب الظن كانت أسماء أصحابها مكتوبة عليها، ولكن ذابت من قدم العهد، علما بأن الصندوق الطويل السابق التنويه عنه كان على السطح وفوق مستوى الأرض الأصلية، أما العظام فكانت على عمق، وقد جمعناها باحترام وتوقير شديد. وكان ذلك أثناء الصوم الكبير والآباء كلهم صائمون، وقد وضعت الرفات مؤقتا في صندوق عادي إلى أن يعمل لها مقصورة لائقة. وحينما قام غبطة البابا شنودة الثالث بزيارة الدير يوم ثلاثاء البصخة المقدسة من نفس العام في شهر أبريل سنة 1976، أبلغه قداسة الأب متى المسكين بنبأ العثور على هذه المقبرة التي يشير التقليد أنها للقديسين أليشع النبي ويوحنا المعمدان، وطلب من قداسة البابا البقاء بالدير يوما واحدا حتى يرفع بيديه العظام المقدسة، خصوصا وأن المناسبة كانت لائقة جدا. ولكن اعتذر قداسة البابا لانشغاله،
وقد طلب غبطة البابا من الأب متى المسكين أن يعلن هذا النبأ متسائلا، لماذا لم يعلن الاكتشاف بعد؟ فأجاب الأب متى المسكين: إن الأدلة غير كافية حتى ذلك الوقت. فرد عليه غبطته: ولكن لا يوجد من ينفي ذلك. وانتهى الحديث على أساس أن غبطة البابا سيكلف المؤرخ نبيه كامل داود بدراسة الموضوع. وفعلا قام هذا الشماس المؤرخ بمفرده بدراسة الموضوع بتكليف من قداسة البابا، باحثا في كل المخطوطات الموجودة بالبطريركية، ولكن فاته الكثير من المخطوطات الموجودة في دير أنبا مقار. ومنذ ذلك الحين بدأ الدير في إعداد كنيسة أنبا مقار ومقصورة خاصة لوضع رفات هذين القديسين مع باقي قديسي الدير، إلى أن أعلن في صحيفة الأهرام يوم الاثنين الموافق 13 من شهر نوفمبر عام 1978 عن هذا الاكتشاف، ولكن دون أن يطلب الدير ذلك أو يسعى إليه. أجساد الثلاثة مقارات القديسين. في الجهة البحرية من الخورس الثاني من الكنيسة توجد أجساد الثلاثة مقارات القديسين: أنبا مقار الكبير، ثم أنبا مقار الإسكندري، ثم أنبا مقار الأسقف والشهيد. أما المقصورة الموضوعة أسفل الثلاثة أجساد فهي تحوي أجساد 10 من الآباء البطاركة، 8 منهم من رهبان الدير، وأسماء 10 بطاركة هي: الأول أنباء خائيل الثالث، البطريرك 56، وكانت بطريركيته من سنة 880 إلى 907 في العصر العباسي، وهو راهب من دير أنبا مقار. الثاني أنبا غبريال الأول، البطريرك 57، وكانت بطريركيته من سنة 909 إلى 920 في عهد الدولة الطولونية، وهو راهب من دير أنبا مقار. الثالث أنبا مكاريوس الأول، البطريرك 59، وكانت حبريته من السنة 932 إلى 952 في عصر الدولة الإخشيدية، وهو أيضا أحد رهبان دير أنبا مقار. الرابع أنبا كيرولوس الثاني، البطريرك 67، من سنة 1078 إلى 1092 في عهد الدولة الفاطمية، وهو أيضا أحد رهبان دير أنبا مقار. الخامس أنبا ميخائيل الثاني، البطريرك 68، من سنة 1092 إلى 1102 في عهد الدولة الفاطمية، وهو أيضا أحد رهبان دير أنبا مقار.
السادس أنبا مكاريوس الثاني البطريرك 69، وكانت حبريته من عام 1102 إلى 1128 في عهد الدولة الفاطمية، وهو أحد رهبان دير أنبا مقار. السابع أنبا ميخائيل الثالث البطريرك 71، وكانت حبريته من سنة 1145 إلى 1146 في عهد الدولة الفاطمية، وهو أيضا أحد رهبان دير أنبا مقار. الثامن أنبا مرقس الخامس البطريرك 98، وكانت حبريته من سنة 1603 إلى 1619 في عهد الدولة العثمانية، وهو أحد رهبان دير أنبا مقار. أما التاسع والعاشر فكان أنبا غبريال ابن توريق البطريرك 70، وكانت حبريته من سنة 1131 إلى 1146، وأنبا يوحنا البطريرك 72، وكان هذين ليس من رهبان الدير، ولكن نقل أجسادهم إلى دير أنبا مقار البطريرك أنبا مرقس الثالث 73 المدعو ابن زرعة، وكانت حبريته من سنة 1166 إلى 1189، وذلك أثناء الصوم الكبير سنة 1170. والمقصورة مزينة بنقوش تمثل الطاووس يأكل من الكرمة، وهو رمز بديع للخلود، فالطاووس يرمز للخلود لأنه يجدد ريشه كل ربيع، والكرمة ترمز للسيد المسيح الكرمة الحقيقية. الخورس الخشبي والرموز المرسومة أسفله. السمكة، وباليونانية إخثوس، والسمكة ترمز للمسيح، ذلك لأن الحروف الخمسة اليونانية التي تكون كلمة سمكة هي الحروف الأولى للخمس كلمات اليونانية يسوس، خريستوس، ثيو، إيوس، سوتير، حيث الخمس حروف تكون كلمة سمكة إخثوس، ومعنى الخمس كلمات يسوع المسيح ابن الله مخلص. وبالنسبة لهذا الموضوع فإن رمز السمكة كان يستخدم كثيرا في الفن والأدب المسيحي الأول، كذلك فإن السمكة كانت تستخدم كرمز للمعمودية، لأنه كما أن السمكة لا يمكن أن تعيش إلا في الماء، كذلك فإن المسيح الحقيقي لا يمكن أن يخلص إلا عن طريق ماء المعمودية. الصدفة أو المحار، صدفة المحار المروحية هي حيوان بحري ليس له موطن محدد،
ومن ثم كان يرمز في الفن المسيحي إلى الغربة، أي من كان ليس له أين يسند رأسه. الطاووس، ويستخدم الطاووس في الفن المسيحي كرمز للخلود، لأنه يغير ريشه مرة كل سنة في الربيع، ولهذا يظهر في صور القيامة. وأحيانا تستخدم العيون المئة في ذيل الطاووس لترمز إلى الكنيسة الكلية الرؤية، أي التي ترى كل شيء. الكأس الخارج منه الكرمة ذات العناقيد ترمز للإفخارستية. هيكل أنبا بنيامين، حجاب الهيكل. الصورة التي بأعلى حجاب هيكل أنبا بنيامين هي صورة حديثة تصور المسيح جالسا وسط تلاميذه في العشاء الأخير. حشواته وأبوابه منقوشة بالحفر البارز على الخشب على الطراز العربي، يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر من العصر الفاطمي، أي من بعد عام 1096. أعلى حجاب الهيكل عقد خشبي عال متسع كشف عنه أخيرا، وهو مزين بتسع أيقونات، بعضها مطموس والآخر يصور مراحل تكفين المسيح بواسطة القديس نيقوديموس من الناحية اليسرى ويوسف الرامي من ناحية اليمين، والمكتوبة أسماؤهم بالقبطية، ويرجع تاريخها إلى منتصف القرن الحادي عشر. الأيقونة المقابلة لها من الناحية الأخرى تصور نفس الشخصين يحملان الجسد المكفن. في هذه النقوش السابقة يخلد الفنان القبطي التقليد المذكور في كتاب الميرون أن التلاميذ بعد القيامة أخذوا 400 رطل من المر والصبر اللذين استعملهما نيقوديموس ويوسف، وصنعوا منها أول ميرون مسح به المؤمنون الجدد يوم البنتيقوستي، وكذلك إشارة إلى أن الميرون قديما كان يكرس في هذا المكان. منظر آخر من قبلي، وهو الذي انطمس جزءه العلوي، يظهر فيه رؤوس ثلاثة أشخاص يبدو أنهم جالسون، الأوسط والأيمن حسب الكتابة الموجودة عليهما هما يسوع وبطرس، وعلى اليسار امرأة أو فتى حديث السن، ربما يكون يوحنا الإنجيلي حسب رواية الإنجيل الأصحاح 21 العدد 20. صورة غالبيتها ممحوة، وربما تظهر الصورة أن الرب واقف بجوار مريم المجدلية وقت قيامته المقدسة. صورة أخرى توضح الملاك ميخائيل الذي كان جالسا عند القبر يظهر لمريم المجدلية وقت القيامة المقدسة. والآن ماذا نرى داخل هيكل أنبا بنيامين؟ قبة هيكل أنبا بنيامين قطرها 8 أمتار على طوبة واحدة، وهي تعتبر أقدم قبة في كنائس مصر كلها، كانت متداعية لولا تدعيمها بالخرسانة المسلحة للحفاظ على هذا الأثر الرائع. شرقية الهيكل، وهي تجويف نصف دائري
ينتهي من أعلى بعقد مدبب، حافته مكسوة بالخشب. هنا كان يجلس الأب البطريرك، وهنا كان مجلس خادم الأسرار، وفي هذه الشرقية كانت توجد منصة التجليس، وهي من 3 درجات تمتد بطول الحائط. وقد ذكر مرتين أنه في الاحتفالات التي تبعت تكريس الميرون كان يوضع الميرون المقدس على منصة التجليس، ولا بد أنه كان يوجد وقتئذ مكان لإخفائه في المنصة كما هو موجود الآن بكنيسة أنبا بشوي. وكالعادة كانت المنصة مزودة بكراسي الأساقفة والكهنة الحاضرين في الهيكل. صورة الشاروبيم الأثرية. ترجع هذه الصورة للقرن 9، إذ نرى أسفل قبة هيكل أنبا بنيامين رسم رائع على الزاوية البحرية الشرقية للهيكل. في هذا المكان المثلث الشكل اكتشف رسم رائع للشاروبيم، رأسه رأس إنسان تحيط به هالة نورانية، وشعر الرأس الغزير يحدده قوس صغير. اليدان بشريتان ممدودتان، ربما في وضع عبادة، رغم أن المرفقين ملتصقان بالجنبين. الجسم بيضاوي يماثل شكل طائر، خاصة مع الرجلين، وينتهي بطرف غريب على شكل بيضاوي. ومن الكتفين يخرج زوج من الأجنحة المنبسطة، تشغلان الزاويتين الخارجيتين للبطنية المثلثة الشكل. سطح الجناح يبدو خفيف الريش قرب الجسم، ولكن عند الأطراف يبدو مرصعا بعيون دائرية، وهو تصوير مدهش لما يعرف عند الأقباط بالشاروبيم أو الساروفيم. ويبرز من خلف الكتف الأيسر رأس ثور، والكتف الأيمن رأس أسد، ويطل من فوق الهالة رأس نسر. وبين الهالة والجناح الأيسر ترى رأس إنسان باهتة، والشكل مصور على مثال الأربعة المخلوقات الحية التي رآها حزقيال النبي، والمذكورة في الأصحاح الأول العدد 5 والأصحاح 5 العدد 10. لكن الأهم من ذلك هي أنها تصور فكرة الأقباط عن الشاروبيم الذي كان ملازما للقديس أنبا مقار طيلة حياته، والذي ظهر حقيقة للبطريرك أنبا بنيامين الأول أثناء تكريس هذا الهيكل. وربما كان هذا الرسم تخليدا لهذا الظهور. أكثر من هذا، فالشاروبيم ذو الأربعة الوجوه الذي كان مرافقا لأنبا مقار كان يعتبر رمزا للأربعة الأديرة بوادي النطرون. كما نذكر أن القديس أنبا مقار قد ركز في إحدى عظاته على الشاروبيم بدرجة ملحوظة، من أجل هذا لم يفت على الرسام الذي رسم هذه الصورة أن يصور الشاروبيم في أركان الهيكل الأربعة وكأنه يحمل قبة هيكل أنبا مقار. هذا الرسم الفريسكو
اكتشف أثناء إزالة بياض الحائط الغربي للهيكل في حركة الترميم الأخيرة سنة 1976، وهو يمثل السيد المسيح جالسا على كرسي مجده في الدينونة الأخيرة، يحيط به ملكان ثم الرسل فالإنجيليون فالشهيد إستفانوس وأسفلهم الشهداء إقلاديوس ومارمين العجائب. والرسم في أقصى الطرف القبلي يمثل القديس يوحنا المعمدان وهو يشير إلى الحمل. أما الحمل كرمز للمسيح فهو واحد من الرموز المحبوبة والمتداولة في كل عصور الفن المسيحي، وكثير من الفقرات الكتابية تشهد لهذا الرمز. أما شاهدنا الأساسي فهو إنجيل يوحنا الأصحاح الأول العدد 29، وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. والحمل المقدس يرسم بهالة حول الرأس، وأحيانا يرسم واقفا على جبل صغير ينبع منه 4 ينابيع ماء كما مذكور في سفر الرؤيا أصحاح 14 العدد الأول. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وتعتبر هذه الفرسكات السابقة من أقدم الصور في الفن القبطي التي تمثل السيد المسيح في هذا الوضع، وهي ترجع إلى أوائل القرن التاسع، وترجع أيضا إلى زمن تجديد أنبا يكوبس البابا 55 لهيكل أنبا بنيامين عام 830، تذكارا وتخليدا للرؤية العجيبة التي شاهدها أنبا بنيامين ونقلتها لنا مخطوطة تكريس الكنيسة، إذ يقول هذا البابا القديس: صدقوني يا إخوة، إنني نظرت مجد المسيح اليوم وقد ملأ القبة، ونظرت بعيني الذراع غير المرئية واليد الغالية، نظرت السيد المسيح يمسح مذبح هذا الموضع المقدس. وفي سنة 1976 عند إزالة بياض الحائط الغربي للهيكل، عثر في الجهة البحرية على رسم يمثل الشهيدين أنبا مينا وأنبا إقلاديوس، وبجوارهما صلاة توسلية باللغة القبطية، هذه ترجمتها: يا إله الأرواح ورب كل جسد يسوع المسيح ربنا، لتعطي نياحا لنفس عبدك أيوب المسكين ابن أنبا مقار، احسبه يا رب في مصافي قدسيك في ملكوتك. ومن يقول آمين فلينل بحسب البركة. آمين آمين. نرى بعد ذلك نوافذ مربعة من المصيص، لكل نافذة 6 صلبان مفرغة ومطعمة بالزجاج الأخضر، ونوافذ أخرى لها شكل نصف بيضاوي من المصيص المفرغ والمطعم بالزجاج الملون، لها أشكال جميلة
عبارة عن 3 دوائر في كل شباك، وكان بين هذه الشبابيك توجد صور ل24 شيخا جالسين على عرش عال، ويمسك كل واحد في يده جامة بشبه كأس، وكان يوجد اسم كل واحد مكتوبا تحت صورته. ومعظم هذه الصور صارت باهتة جدا، وكان لكل واحد هالة، وكان وجه كل واحد عبارة عن قطعة خشب دائرية الشكل مثبتة في مكان الرأس. ومن الملاحظ أن وجوههم بغير لحن وبدون أي سمة تدل على أعمارهم. هيكل 3 فتية. اكتشف هذا الهيكل حديثا في وقت الترميم لكنيسة أنبا مقار. هذا الهيكل قد أضيف إلى الكنيسة مؤخرا عام 1976 أثر اكتشاف أرضيته الأصلية الممتدة قبلي هيكل بنيامين، واكتشاف حائطه الأصلي الذي يرجع إلى القرن السابع الميلادي، زمن تكريس الكنيسة الكبرى عام 655. وقد قام بتدشين هذا الهيكل قداسة البابا شنودة الثالث عام 1978 على اسم أنبا مقار و3 فتية القديسين، وذلك عندما دشنا قداسته الكنيسة بعد التجديدات التي تمت. صورة 3 فتية القديسين، نشاهد في الصورة التي أمامنا رسم حديث عن صورة أثرية بدير باويد بصعيد مصر من القرن الرابع إلى 6 الميلادي، ومكتوب على الصورة سبحوه وزيدوه علوا إلى الأبد بالقبطية والعربية، وهي التسبحة التي كان يسبح بها الفتية إلههم وهم في وسط الأتون. وترجع أبواب هذا الهيكل إلى العصر العثماني أي عام 1517، أما حشواته فهي قديمة ترجع إلى العصر الفاطمي أي القرن 11 وتقريبا سنة 1000 ميلادية. أما عن النقوش التي نراها أمامنا
فقد ظهرت هذه النقوش الرائعة والتكوينات الزخرفية على درجات ثلاث في شرقية الهيكل. أرجع العلماء تاريخها بين القرنين الرابع والسادس الميلادي. أمامنا الآن سلم خشبي حديث أخذت زخرفته من النقوش القبطية الأثرية القديمة، وهو يؤدي إلى القلات التي يوجد فيها جرن ربما كان معمودية في السابق ولكنه حاليا غير مستخدم. قصة اكتشاف رفات يوحنا المعمدان وأليش عن النبي.
استمر التقليد الشفاهي المتواتر بين شيوخ الدير حتى عام 1969، حينما قدم إلى دير القديس أنبا مقار الأب القمص متى المسكين مع رهبان وادي الريان، وكان عددهم الكلي 13 راهبا بالأب متى المسكين. استمر التقليد الشفاهي بأن هناك بجوار الحائط البحري للكنيسة عن يسار الناظر إلى هيكل يوحنا المعمدان أنه بجوار عمود صغير بارز توجد مقبرة القديسين يوحنا المعمدان وأليشع النبي مع أجساد قديسين آخرين. وبسبب هذا التقليد عينه كان شيوخ الدير القدامى يرفعون البخور أمام هذا العمود تكريما للقديسين المدفونين إلى جواره بالرغم من اختفاء معالم المقبرة. وهنا نشير إلى صلابة التقليد وتفوقه على كل عوامل الزمن. وفي الصوم الكبير من عام 1976 بدأت عمليات ترميم وتوسيع كنيسة أنبا مقار، كما تم رفع كميات الرديم الهائلة للوصول إلى الأرضية الأصلية. وإذا ببروز يظهر في جانب الحائط البحري على شكل قوب مغطى ببياض أزرق، وعندما رفعت طبقة البياض وجد صندوق طويل يزيد طوله عن مترين، اتضح فيما بعد بحسب ما ذكره العالم القبطي إقلاديوس لبيب عام 1909 ونقلا عن رواية الرهبان آنذاك، أن الجثمان الموجود في هذا الصندوق هو للقمص يوسف رئيس الدير وشقيق البابا ديمتريوس البطريرك 111، فرفعناه وبدأنا نجد أسفله على مسافة أكثر من متر ونصف عظاما، البعض منها هياكل كاملة مرتبة حسب الطقس القبطي، أي أن تكون الرأس جهة الغرب والأقدام جهة الشرق بحسب شهادة القمص مينا المقاري وبقية الآباء الذين كانوا مرافقين له أثناء نقل العظام، وبعضها كان مرصوصا بجانب بعض، فكنا نحفظها بكل هيبة ووقار عالمين أننا أمام كشف هام وخطير. كما لوحظ وجود تراب في المنطقة لونه أحمر يرجح أنه خشب متحلل، مما يفيد أن هذه الرفات نقلت في صناديق خشبية. وأغلب الظن كانت أسماء أصحابها مكتوبة عليها، ولكن ذابت من قدم العهد، علما بأن الصندوق الطويل السابق التنويه عنه كان على السطح وفوق مستوى الأرض الأصلية، أما العظام فكانت على عمق، وقد جمعناها باحترام وتوقير شديد، وكان ذلك أثناء الصوم الكبير والآباء كلهم صائمون، وقد وضعت الرفات مؤقتا في صندوق عادي إلى أن يعمل لها مقصورة لائقة. وحينما قام غبطة البابا شنودة الثالث
بزيارة الدير يوم ثلاثاء البصحة المقدسة من نفس العام في شهر أبريل سنة 1976، أبلغه قداسة الأب متى المسكين بنبأ العثور على هذه المقبرة التي يشير التقليد أنها للقديسين إليشع النبي ويوحنا المعمدان، وطلب من قداسة البابا البقاء بالدير يوما واحدا حتى يرفع بيديه العظام المقدسة، خصوصا وأن المناسبة كانت لائقة جدا. ولكن اعتذر قداسة البابا لانشغاله، وقد طلب غبطة البابا من الأب متى المسكين أن يعلن هذا النبأ متسائلا، لماذا لم يعلن الاكتشاف بعد؟ فأجاب الأب متى المسكين: إن الأدلة غير كافية حتى ذلك الوقت. فرد عليه غبطته: ولكن لا يوجد من ينفي ذلك. وانتهى الحديث على أساس أن غبطة البابا سيكلف المؤرخ نبيه كامل داود بدراسة الموضوع. وفعلا قام هذا الشماس المؤرخ بمفرده بدراسة الموضوع بتكليف من قداسة البابا، باحثا في كل المخطوطات الموجودة بالبطريركية، ولكن فاته الكثير من المخطوطات الموجودة في دير أنبا مقار. ومنذ ذلك الحين بدأ الدير في إعداد كنيسة أنبا مقار ومقصورة خاصة لوضع رفات هذين القديسين مع باقي قديسي الدير، إلى أن أعلن في صحيفة الأهرام يوم الاثنين الموافق 13 من شهر نوفمبر عام 1978 عن هذا الاكتشاف، ولكن دون أن يطلب الدير ذلك أو يسعى إليه. ويقول سنكسار الكنيسة القبطية في اليوم الثاني من بقونة الآتي عن تذكار ظهور جسدي القديسين العظيمين إليشع النبي ويوحنا المعمدان: في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار ظهور جسدي القديسين العظيمين يوحنا المعمدان سابق السيد المسيح والبار إليشع النبي تلميذ الصديق إيليا النبي بمدينة الإسكندرية. وذلك أنه لما قصد يوليانوس الكافر أن يبني هيكل أورشليم بعدما هدمه سباسيانوس وابنه تيتوس، قاصدا بسوء رأيه أن يبطل قول الرب الذي ورد في الكتاب المقدس في الأصحاح 24 من إنجيل متى العدد الثالث، أنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. لذلك أمد اليهود بالمال لكي يعيدوا بناءه، وأوكل ذلك إلى شخص استطاع أن يدعو اليهود سرا إلى معاونته. فاجتمع كثير من الرجال والنساء والشيوخ والشبان، فلما شرعوا في البناء بدأوا يحفرون الأساس بهمة وينقلون الأتربة والأحجار بعضهم بالمقاطف والبعض الآخر بأطراف أرديتهم. وكان القديس كيرلس أسقف أورشليم يهزأ بعملهم هذا. ولما انتهوا من رفع حجارة الأساس القديم وهموا بوضع الأساس الجديد، حدثت زلزلة عظيمة ملأت الحفر ترابا وبددت أدوات البناء وقتلت بعض الفعلة.
فلم يرتدع اليهود بهذا وعادوا إلى العمل مرة ثانية. حينئذ خرجت من جوف الأرض كرات نارية ورشخت الفعل بالحجارة التي عزموا على وضعها في الأساس، فكفوا عن البناء. فآمن كثيرون بسبب ذلك، خصوصا وقد تمت نبوة السيد المسيح بأيديهم عن نقض بناء الهيكل من أساسه. وقد أورد هذه القصة القديس غريغوريوس الثيولوغوس ويوحنا ذهبي الفم، كما ذكرها عرضا أحد المؤرخين اليهود في القرن الخامس. ولكن اليهود قالوا للملك إن السبب في ذلك هو وجود أجساد أئمة النصارى في هذا المكان، ويجب رفعها منه، وإلا فلن يبنى الهيكل. فأمر يوليانوس بإخراج أجساد القديسين من المكان وإحراقها. ولما أخرجوا جسدي القديسين يوحنا المعمدان وأليشع النبي لحرقهما، تقدم بعض المؤمنين إلى الجند وأعطوهم مبلغا من الفضة، وأخذوا الجسدين وأتوا بهما إلى القديس أثناسيوس بابا الإسكندرية، فسر بذلك ووضعهما في مكان خاص إلى أن يبنى لهما كنيسة. وفي أحد الأيام كان البابا أثناسيوس الرسول جالسا في البستان ومعه كاتبه البابا ثيوفيلوس الذي خلفه على الكرسي، فقال له: إن أطال الرب أجلي سأبني في هذا الموضع كنيسة على اسم هذين القديسين يوحنا المعمدان وأليشع النبي، وأضع جسديهما فيها. ولما جلس البابا ثيوفيلوس على كرسي الكرازة المرقسية تذكر الكلام الذي قاله البابا أثناسيوس، وبنى كنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان في مكان المعبد الوثني القديم المشهور باسم سرابيوم بالإسكندرية، وموقعه حاليا بحي كرموز عند عمود السواري. كما تقول مصادر أخرى عربية إن كنيسة القديس يوحنا المعمدان كانت في الموقع الذي يوجد فيه حاليا مسجد النبي دانيال، ولكن الرأي الأول هو الأرجح. ونقل إلى الكنيسة الجسدان الطاهران، وقد حدث هم سائرون بالجسدين أن عبروا أمام بيت امرأة وثنية لها 4 أيام متعسرة في الولادة، فسمعت ضجة الاحتفال. ولما علمت السبب نظرت قائلة: يا قديس الله يوحنا، إن نجوت من هذه الشدة، صرت نصرانية. ولم تتم كلمتها حتى وضعت ولدا فأسمته يوحنا، ثم تعمدت هي وأهل بيتها. أما الجسدان فقد وضعوهما في الكنيسة، وقد ظهرت منهما عجائب كثيرة. أما يوليانوس الكافر فكانت نهايته كما يأتي: عزم يوليانوس على القيام بحرب ضد صابور ملك الفرس، فقابله القديس باسيليوس الكبير واضع القداس الإلهي وبعض الأساقفة، فقال لهم: لماذا حضرتم؟ أجابه باسيليوس: أتينا نطلب راعيا. فقال له بتهكم: وأين تركت ابن النجار؟ فأجابه بشهامة وإباء: تركناه يصنع لك تابوتا،
لأنك فقدت كل علم ومعرفة. قال له يوليانوس: قد قرأتها وحفظتها. فرد عليه باسيليوس: ولكنك لم تفهمها. فاغتاظ يوليانوس وأمر بالقبض عليهم ليقدمهم للموت بعد رجوعه. فقال له القديس: لن تعود، وإلا فلم ينطق الله على فمي. ثم أمر بسجنهم. وبعد أن ذهب للحرب، صلى القديس أمام أيقونة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، طالبا تأديبه على إهانته لسيده يسوع. فغاب مرقوريوس عن الصورة، ثم رجع وسيفه يقطر دما. إذ في الحرب أصاب يوليانوس سهم في كبده. وقال ثيودوريتس في تاريخه الكنسي: لما طعن ذلك الملك الكافر، تلقى في كفيه الدم المتدفق من جنبه ونثره نحو السماء قائلا: لقد قهرتني يا ابن مريم. فتمت فيه نبوة القديس باسيليوس، ونجت الكنيسة من شره.